احنا هناخد القمص، ميخائيل، جرجس، وكيل، مطرانية، حلوان، والمعصرة وتوابعها. وتصابونا مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير عليكم اهلا والبركه. بقدسك. يعني قدسك شايف المشاركة السياسية من قبل الساعة 9 صباحا ولغاية دلوقت أمام اللجان، يعني تقريبا كل أطياف الشعب نازلة إن هي تصنع مستقبلها بإيديها. قدسابونا، يعني قدسك تقول لهم إيه؟ المشاركة النهاردة إيجابية جدا ومذهلة، والشعب طلع النهاردة عندنا من الكنائس بعد القداس الأول والثاني. كنا مجهزين سيارات أمام كل كنيسة بإيجابية كاملة وبحب كامل. ذهبوا إلى لجان الانتخاب والمقرات اللي عرفناهم إياها، وكل واحد أدى دوره الوطني بحب وإخلاص، وكل واحد كان بيهتف من قلبه بيقول تحيا مصر، لأن مصر دي الزمردة الخضراء، قلب العالم كله هو مركزه أو مركز الدائرة. ففي وسط الهتافات والأناشيد الوطنية كل النهاردة كان عرس جميل ورائع، ومازال مستمر أمام اللجان زحام غير عادي وغير مسبوق، ووطنية صادقة من قلوب جميع الناس الواقفين أمام اللجان، وحاجة مفرحة جدا جدا. يعني فعلا فعلا هي دي مصر الجميلة، وهو ده مستقبل مصر الواعي اللي احنا بننتظر ان شاء الله يكون افضل وافضل وافضل باذن ربنا. وتسابونا، قدسك شايف ازاي التنظيم ويعني العنايه بالناخب ان هو رايح لجنته الانتخابيه في تيسير وتسهيل للعمليه الانتخابيه خاصه لكبار السن وذوي الهمم؟ هو انا كنت بمر على اللجان النهارده، يعني علشان الكنائس عندنا 23 كنيسه في الاباشيه، فكنت بمر على الكنائس والمقر الانتخابيه. بصراحه كل مقرات الانتخاب او لجان الانتخاب منظمه جدا، في اماكن لذوي الاحتياجات الخاصه، في اماكن لكبار السن، في طوابير، وفي نفس لجان النظام على قدر من الوعي والانسانيه الكامله، في طبعا تنظيم من الشرطه والداخليه والمرور، كل حاجه يعني على قدم وساق، مفرحة ومدهشة وجميلة ورائعة، وتنظيم يعني يستحق التقدير يعني والتصفيق لي يعني والهتاف لي. احنا بنشكر قدسك جدا، القمص، ميخائيل، جرجس، وكيل، مطرانية، حلوان، والمعصرة وتوابعها. كنت معانا على الهاتف قدسابونا، شكرا جزيلا لقدسك.